السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسين أبو أروى أجعود، الذي توفى عمه البارحة بهذا الوباء. أسأل الله أن يرحمه ويتقبله في الشهداء. حبيت نوجه رسالة ونداء. أولا نوجه نداء للشعب المستهتر الذي لا زال يستهتر بهذا الوباء ويتخذه هزوا حتى يصاب أحد من عائلته. هذه رسالة نوجهها للشعب. ورسالة ثانية نوجهها للسلطات العليا التي تقول نحن مسيطرون على الوضع. احنا عمنا توفى البارح، صندوق احنا شريناه، والأدوات التعقيم احنا منا كما نقولوا أموالنا الخاصة، والجمعية علماء شعبة خريسية كتر خيرها، والأدوات التعقيم كلي بافات ولي ماسك قاع شريناهم وبسي باش لقيناهم. حبيت نوجه رسالة للسلطات العليا، بالله عليكم أين السيطرة على الوضع؟ ميت واحد ما قدرتوش تجو تدفنوه ولا تبعثوا لنا فرقو تاع الحماية، جبناه بالبارتنار تاع ولد عمنا. هذه حاجة خطر كيما نقولوا حنايا، ولاد عمنا قاع تعرضوا للخطر هذا وخطر الوباء، وزيد ولادو مساكن ما يخرجوش من الدار لأنهم راهم تحت الحجر، راهم تحت الحجر الصحي، ما يخرجوش من الدار، ما حضروش الجنازة. هذه رسالة نوجهها لكم. وباش تشوفوا باللي شوفوا المقبره راهي وحده، دفنا عمنا هذا، دفناه في 7 في 6، ودوك تشوفوا الفيديو اللي راح نبارطاجيه بعد هذا المقطع. بارك الله فيكم. كبيرة خرج من المقبرة، طيب خرج من المقبرة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاوتنا اكو تشوفوا الامكانيات اللي عندنا، هاوليك كونغو، هاوليك فومبات تاع الجمعية، جمعية تاع علماء مسلمين شعبة خريسية، هما اللي طوعوا لنا بها. هذه هي، حنا انا نوجه رسالة بك للسلطات العليا. الجزائر هذه لك تحكي عليها في الجزائر، هذا ما كان، وفي القنوات تاعك هذا ما كان. مرزقة قلنا لك ما نعرفوا الوضع تحت السيطرة واش بيقول، هذا ما كان الوضع تحت السيطرة. تمدنا إنسان الله يرحمه مات، توفى بالكورونا، تبعته في إمكانيات خاصة، دفن بطرق خاصة، ما كان لا دولة لا بومبي لا يديك لا يجيبك، والوضع تحت السيطرة الله يبارك ما شاء الله. جبناه في البارتنر، خاوتنا بارتنر تاع ولاد عمي، جبنا الميت في البارتنر، الصندوق جا في البارتنر، حتى الحماية ما حبش تجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.